لم يطل الوقت بالأمر أكثر من يوم واحد بعد توقيع اتفاقية توحيد الموارد الاقتصادية بين الفصائل، حتى اندلع خلاف داخل الجيش الوطني الذي كان يفترض أن يكون هذا الاتفاق تمهيداً لتوحيده. لا جديد في الأمر ولا مفاجأة أيضاً، فقد اعتاد الجميع على خلافات هذه الفصائل وانقساماتها وانشقاقاتها، بل وحروبها واقتتالها. لكن ما يستدعي التوقف مالياً هذه المرة هو السرعة القياسية. ففي السابق كان أي اتفاق أو اندماج يصمد أشهراً أو أسابيع على الأقل، لكن أن تبدأ الخلافات بعد أقل من 24 ساعة هذه المرة فالأمر لافت ويحتاج لتوقف مالي. هل باتت فصائل الجيش الوطني على هذا النحو من السوء لدرجة أنه لم يعد بإمكانها التوافق على إدارة ملف الحواجز والمعابر؟ وهل أصبح قادتها لا يؤتمنون على اتفاق لمدة يوم واحد؟ ألم يعد والحال كذلك التعويل على توحدهم أو اندماجهم وبناء الآمال على قبولهم بمبادرات وخطط إصلاح المناطق التي تسمى محررة مجرد وهم وليس حلم؟ بل حتى التفكير بذلك يعد من ضروب الاستهبال والجنون، طالما أن هؤلاء القادة موجودون على رأس هذه الفيالق والفرق والألوية. أم إن في هذا الحكم تعميماً ظالماً يساوي الصالح بالطالح، وحكماً جائراً لا يأخذ بعين الاعتبار الواقع والظروف التي تحكم عمل الفصائل وتقيدها؟ يرى كثيرون أن كل الفصائل ليست سواء، وأن بين القادة العسكريين من يحمل هم الثورة ويكافح من أجل خير السوريين وإصلاح المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، بل ويعمل لاستعادة القرار واستقلاليته، مقابل قادة تخلوا عن كل ما سبق لأجل الاحتفاظ بمناصبهم. وعليه يقول هؤلاء: فإن الأمال تبقى قائمة في الإصلاح، ولذلك تخرج مبادرات لأجل هذا الهدف من وقت لآخر، غرلها تقتنص فرصة أو تستغل حادثة أو توظف ظرفا بما يؤدي إلى التغيير. لكن الحقيقة أن الهوابش ضيقة، ما يضطرهم للتنازل عن بعض الأفكار لصالح إنجاز ما يمكن إنجازه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. في مسلسل خرب الشهير يتفق أهل القرية على المطالبة بتغيير مدير الناحية، لكن ما أن يتوجه الوفد إلى المدينة حتى يبدأ بالتراجع عن هذا المطلب وتخفيض السقف تدريجيا إلى أن ينتهي بهم الأمر للاتفاق على المطالبة بتغيير مايكروفون الضيعة. يبدو أن هذا الشاهد ينطبق على ما حدث مع القائمين على مبادرة الإصلاح الأخيرة في المحرر، التي بدأت بهدف كبير هو توحيد الجيش الوطني، لكنها اقتصرت في النهاية على توحيد الصندوق المالي فقط. نعم، تخيلوا، من توحيد الجيش لتوحيد الصندوق. يدعي هؤلاء أن التنازل من سقف التوحيد الشامل إلى مستوى توحيد الموارد الاقتصادية سببه تركيا، ويلقي المقربون منهم على أنقرة مسؤولية عدم إنفاذ المبادرات بهذا الخصوص. فهل هو تهرب من الفشل وتبرير للعجز، أم إنه إقرار بالحقيقة؟